لاعب ميشيل باستوس. مواجهات داخل ارضيه الملعب ما بين اللاعبين. كره موجوده الان الى حميد، حميد يسدد، حميد يا سلام، الله هو يعلم بكل التفاصيل، يعلم بكل التفاصيل، يعرف قيمه نادي الشالكه، يعلم كل التفاصيل في بنت ارينا في معقل وملعب نادي الشالكه. حميد التمتوم يسجل التعادل، ويا له من تعادل، يا له من تعادل. صاروخ 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 حارس المرمى هيلدبراند، ما استطاع ان يعمل معها شيء، ما استطاع ان يعمل معها شيء. حالك كحالي انا هنا في كابينه التعليق، فقط اشاهد واتابع واعلق على هدف ملعوب من حميد التمتوم. صاروخ الكرة لما تلبس في قدم التركي طريقها في الشباك، اكيد لاحظون الخطأ من اوشيدا على شنايدر، وبعد ذلك استغلال الخطأ على اكمل وجه عملها